بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي أخواتي الأعزاء، سنستكمل سلسلتنا العلاجية، وكنا قد وصلنا إلى الحلق، واليوم سنعالج اللوزتان بإذن الله تعالى. وكما عودناكم لتحديد نقطة اللوزتين بنظام السوجوك، يجب علينا أولا تحديد هذه الأنملي بالخط الأسفل، وكنا نسميه خط الزخم. اللوزتان تقعان تحت هذا الخط مباشرة وملاصقة لهذا الخط. هنا المري والبلعوم في الوسط تماما، اللوزتان على طرف المري والبلعوم. إذن نحددها على هذا المكان وهذا المكان. كل ما علينا هو تحفيز هذه النقطة وتدليكها وتسخينها قليلا، ثم الضغط والتدليك على هذه النقاط. النقطة الأولى هذه اللوزة، لوزة اليمين، وهذه هي اليسار. نحفزها وندلكها ونقوم بتلوين كل هذه المنطقة باللون الأحمر. هذا اللون زهري، نريد لون أحمر. نلون هذه المنطقة باللون الأحمر بعد التحفيز والتدليك بهذا الشكل، ثم نضع بذور الفلفل على لاصق بهذا الشكل، ونضعها لمدة أقلها 8 ساعات وأكثرها 24 ساعة، نرميها ونقوم بوضع غيرها. في اليوم التالي، يوم أو يومين، سنتخلص بإذن الله تعالى من آلام اللوزتين. وبإمكاننا أيضا أن نضع القمح الروسي أو ما يسمى بالحلبة بدل الفلفل، أيضا نفس النتيجة ونفس المفعول. نضعها بهذا الشكل. وهناك أيضا النقطة المتواجدة على الكوع، وكنا نسميها نقطة التابعة للأمعاء الغليظة. كل ما علينا تدليكها والتمسيد باتجاه الكف بهذا الشكل لمدة دقيقة. نمسد هذه النقطة والنقطة الأخرى أيضا في اليد الثانية، دقيقة أو دقيقتين سننتهي من آلام اللوزتين. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والسعادة، أخوكم المعالج زياد الله.